السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شباب، معكم محمد فنادق التايجر، واليوم راح نتكلم عن أخيس شيء أنا أكره الصراحة، واللي هم BTS شباب. يب، زي ما أنتم تعرفون BTS هم أسوأ فرقة أنا شهدتها شباب، وأقول لكم ليه. أول حاجة يا شباب، البنات كلهم كذا BTS. فاليوم الشباب مقطع رياكشن، راح نسوي رياكشنات واقول لكم رايي عن BTS. والصراحه اكره BTS لانهم يا شباب كذا شوفوني، ويسووا قصات بنات، ف يعني مره اكرههم. يعني ما اعرف عنكم الصراحه، بس والله اكرههم مره مره مره. اليوم يا شباب راح نتكلم عن BTS. سوينا بالله، روح سوي كومنت وقول لنا يا خوي، هل تعتقد انه BTS فرقه حلوه؟ اتوقع الكل يا شباب راح يقول اكيد اكيد اسوأ فرقه، لانه يا شباب مره سيئين. الزبده، اليوم راح نتكلم عن BTS واربع اشياء اكرههم فيها. اول حاجه عيال، انه BTS يسوون رقصات بنات ويسوون اغاني بنات، يجي كذا في اول الاغنيه بيبي انيد يو، ما ادري ايش. ربي يا عيال، مره يطقطقون دول. وبعدين يجيك واحد يسوي قصه بنت ويسوي ما ادري ايش. عيال والله في ناس قاعدين يسوي قصات بنات، ما ادري عن امهم يا شيخ. اشوف واحد سوى قصه بنات اقول ديم يا ولد، هذا بنت ولا ولد؟ في الأخير يطلع ولدي ولد، وأنا أقول ودم هل يا ولد. المهم شباب، عدوا كم مرة قلت ولد، أوكي. المهم، فهذه أول حاجة أكرهها في BTS، إنهم دائما كذا، ما أدري عن أمهم حاجة كذا، دائما تحسهم إنهم مرة مرة غنيهم ما حلو. وأنا الصراحة ما أحب أغنيهم أبدا 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 أبدا. اكتبوا لنا رأيكم في الكومنتات يا شباب. ثاني حاجة إني البنات دائما يعني كذا أو ماي جاد. ترى ما أبى علي صوتي، بس هم يصرخون مرة. شباب أتذكر نروح البيت وكان كذا في بنات وولاد، أتوقع كنت مع أصحابي، وفجأة كن سمعنا صراخ، شغلوا BTS يال وبدوا يصرخوا. انا قلت ودا هل اجري يا ولد. فيب، هذه هي قصة الصراحة يعني. بس اكتبوا لنا تحت في الكومنتات يال ايش تفكروا عن BTS، وهل تفكرون انهم هم كويسين ولا لا. انا اقول الصراحة مرة ما هم كويسين، لانهم مرة غنيهم ما حلوة، وكمان يسووا حركات بنات، ودائما كل بنت كذا او ماي جاد BTS. يا ولد تخيل اذا شافوهم في الحقيقة، دايما وربي اللي ينجلطوا يا ولد كذا او ماي جاد BTS تعال سوي لي توقيع على بلوزتي على عبايتي مدريش يا ولد، وربي مرة حيكون خياس الموضوع. فاكتبوا لنا تحت في الكومنتات يعني ايش تفكرون ممكن يصير. الصراحة انا اقول مرة ما احب BTS. اكتبوا لنا تحت في الكومنتات ايش تفكرون عن BTS، وان الصراحة بقول لكم رأيي BTS 0/10. اكتبوا لنا تحت رأيكم يا شباب ايش تفكرون عن BTS، هل تعتقدون انه BTS كويسين ولا لا؟ اكتبوا لنا تحت في الكومنتات، بستنى ارائكم يا شباب. كان معكم حن قناة جلاتاك، لا تنزل الاشتراك وزر الجرس واللايك. Subscribe or I will eat your cookies.